السلام عليكم طلاب بشكل عام، إذا كنت سادس أو خامس أو أي صف كنت. عندنا اليوم موضوع الفوارس والعمليات اللي تجري على الفوارس، يعني البوينتات بين قوسين. شنو هاي العمليات وشون نسويها؟ هاي العمليات تاخذوها بشكل واسع بالسادس، ويعني تاخذوها بباقي المراحل، بس بالسادس بعد مرحلة مصيرية. إذا أنت سادس فضروري من هاي اللحظات تفهمها وتضبطها، وإذا خامس أو رابع احفظها تفيدك مستقبلا، وجوز حتى تفيدك بمرحلتك. تعالوا وياي. عندي أنا عمليتين تجري على الفوارس. العملية الأولى جمع وطرح الفوارس. لكي نجمع أو نطرح فارزة مع فارزة، شو نسوي؟ يجب أن نساوي المراتب، هاي خلوها يمكم، هاي 100% لازم نسويها، ونضع الرقم الكبير في العدد. يجب أن نساوي المراتب ونضع الرقم الكبير في العدد. شلون يعني؟ مثال، عندي 0.5 زائد 0.1 أباوع، هنا صفر وهنا صفر، بوينت بوينت، وراي بوينت اجى 5 وهنا وراي بوينت اجى 1، فهذا رقم اكبر، فاخلي 0.5 لي فوق وجواها 0.1 واجمع. 5 زائد 1 6، بوينت وبوينت ينزل بوينت وهنا يطلع صفر، فراح يطلع لي ناتج 0.6. ناخذ مثال اخر، مثلا عندي 8 ناقص 0.001. انتوا اذا تشوفوه تقولون هذا مبين كبير، نخلي هذا اللي فوق، بس اباوع. هنا عندي شنو؟ 8 بالاحد، وهنا ايش عندي؟ عندي 0 بالاحد، فمن الاكبر؟ الصفر ولا 8؟ اكيد ال 8، حخلي ال 8 اللي فوق، وتنزل جوا ال 8 شنو؟ 0، وينزل هذا الرقم كله 0.1. بعد المراتب ما بساوي، قلت لكم يجب ان نساوي المراتب، ايش اخلي؟ اخلي بوينت واخلي على عدد الارقام اصفاره، على عدد الارقام اخلي اصفاره واطرح. 0 ناقص 1 ما يصير، ندائم من الصفر ما يصير، ندائم من الصفر ما يصير، ندائم من 8 تصير 7، هاي ندائم من عندها تصير 10 يعني يجيها 1، ندائم من عندها تصير 9 نفس الشيء، حتصير 9 وهنا تبقى 10. 10 ناقص 1 9، 9 ناقص 0 9، 9 ناقص 0 9، و7 ناقص 0 7، راح يطلع لي الناتج 7.999. ناخذ مثال اخر، مثلا عندي 0.153 زائد 2، يعني مو شرط الرقم الكبير دائما على اليسرى، لا جزء يجي من هالجهه جزء يجي من هالجهه. هسه باوع، هنا عندي 2 بحدها وهنا 0 بحدها، فمن الاكبر 2 ولا 0؟ لا 2، هخلي 2 اللي فوق، وتنزل جوا 2 شنو؟ 0، وينزل الرقم كله 1513، واخلي ايش كم صفر؟ خلي 4، 0 0 0 0، واجمع اعتيادي، حيطلع لي 0 زائد 3 3، 0 زائد 1 1، 0 زائد 5 5، 0 زائد 1 1، 2 زائد 0 2، راح يطلع لي الناتج 2 1 5 1 3. هذا اعتقد الموضوع واضح يعني وسهل، ما عندكم اشكال به. انتم تواجهون اكثر شيء اشكال بالضرب والقسمه، حاعطيكم واحد رابع على مود تحلوه بس بدون حل. اعطيكم 0.0 2 ناقص 0.0 0 1، هذا حخلي اياكم واجب يعني انتم تدربوا عليه. زين، تعالوا لهنا. عندي ثاني عمليه تجري على الفوارس اللي هي ضرب وقسمه الفوارس. لكي نضرب أو نقسم فارزة مع فارزة، يجب أن نفهم الآتي، يجب أن نفهم الآتي. إيش نفهم؟ ألف إذا كانت هناك فارزة، انتبه لي، كانت هناك فارزة وجاء بعدها أرقام، نحول إلى أسس سالبة ونجري العملية. شلون يعني؟ ما فهمتوا. تعالوا على صفحة المسودة، مثلا عندي فارزة وجاء هنا أرقام وهنا أكيد أكو رقم، نحول إلى أسس سالبة. هنا ايش كم مرتبة عندي ورا الفارزة؟ 1 2 3، والرقم الصحيح من هو؟ 1، باعتبار ما ممكن. شو يصير؟ 1 في 10 سالب 3. واحد اخر، مثلا عندي 15.271، هنا نهاية الفارزة، ايش كم رقم اجى وراها مرتبة؟ 1 2 3، هذا الرقم كله ينزل،
شو ينزل؟ ينزل 1 5 2 7 1. ايش كم مرتبه حولت؟ ايضا 3، يصير في 10 سالب 3. واذا كانت عندي 4 نحول 4، واذا كانت عندي 2 نحول سالب 2، وهكذا. المطلب النقطه باء قال لي اذا كانت هناك صفر، اكو بس صفر، ولم ياتي بعدها فارزه، نحول الى اسس موجبه ونجري العمليه. يعني شلون؟ مثلا عندي، هم تعالوا لي على الصفحه، عندي مثلا مليون او اكثر من مليون، عندي هذا الرقم كله في 6، هذا حي بالناتج حيصير رقم هالكبرى وياخذ مساحه من الدفتر. شو اسوي له؟ نحسب ايش كم صفر موجود. 1 2 3 4 5 6، وهنا الرقم منه 1 في 10 موجب 6، في 6. حولت الى اساس موجبه، بسطت الناتج، 6 في 1 6 في 10 موجب 6. هاي اعتقد واضح هذا. او همي ناخذ واحد اخر، مثلا عندي 15,153,000. شو اكتب؟ اكتب 153 في 10 موجب 3. اذا عرفنا شو وقت نحول الى اسس موجبه، شو وقت نحول الى اسس سالبه. خلينا ناخذ امثله. عندي هسه حناخذ على الضرب. مثلا عندي 0.06 في 2 مثلا. 0.06 في 2. نحول هذا شنو؟ موجب لو سالب؟ فارزه وراها ارقام؟ سالب. شو يصير؟ ايش كم فارزه عندي؟ ايش كم مرتبه عندي؟ 3. يصير 6 في 10 سالب 3 في 2، ويساوي لنا 12 في 10 سالب 3. هاي بسيط، ما لك اشكال به. ناخذ مثال لخ على الضرب. مثلا عندي هذا الرقم في 10 سالب 4 في 8. باعولي هنا 1 2 3 4، نحول الى اسس موجبه. 1 في 10 موجب 4 في 10 سالب 4 في 8، الموجب ياكل السالب. 8 في 1 يطلع لي الناتج 8. هسه حطيكم سؤال واجب عليكم على مود تحلو. مثلا عندي 151.271 في 0.02. هذا عد حلوه انتو وتقوى عليه. زين، ناخذ العمليه الثانيه اللي تجري على الفوارز، اللي هو جزء من هذا، اللي هو القسمه. القسمه هو جزء من الضرب، ما بي اي اشكال. ناخذ مثال على القسمه. مثلا عندي 0.008 في 1000 على 16 على 160,000 في 4 مثلا. نبسط الناتج، هاي اصفاره وبوينتات، نبسط الناتج ونخليه. هنا نحول اسس سالبه، خليها بعقلي، وهنا اسس موجبه، وهنا اسس موجبه. مو ايش كم مرتبه عندي؟ 1 2 3 8 في 10 سالب 3 في 10 موجب 3، يعني 1 في 10 موجب 3 هو نفسه 1، على 16 تنزل، وش كم صفر عندي؟ 1 2 3 4 في 10 موجب 4 في 4. اذا عندي اختصار اختصر، 4 ايش كم 4؟ 1. 8 ايش كم 4؟ 2. 16 ايش كم 2 ايش كم 2؟ بيها 1. 16 كم 2؟ بيها 8. شي يطلع لنا سالب 3 وموجب 3 ينأكل، مو؟ شي يطلع لنا؟ يطلع لنا الناتج 1 اللي فوق 8 في 10 موجب 4. دائما دائما الاسس اللي بالمقام تصعد للبسط، دائما شغله ثابته. ايش راح يساوي لنا؟ 1 في 10 سالب 4. اذا كان موجب وصعد اللي فوق يصير سالب، اذا كان سالب وصعد اللي فوق يصير موجب، تتغير الاشاره مالته. على 8 حنقسم قسمه مطوله، 1 على 8. تعالوا هنا بالمسوده، 1 كم 8؟ ما بيه، خلي صفر وخلي بوينت. 10 كم 8؟ 1. 1 في 8 8، بيه 2 خليه صفر. 20 كم 8؟ 2. 2 في 8 16، يبقى 4 خليه صفر. 4 كم 8؟ 5. راح يطلع لي الناتج 0.125 في 10 سالب 4.
هاي القسمة، القسمة هي جزء من الضرب، أنا هم يعني سويت عملية ضرب أثناء الناتج. ناخذ مثال آخر، مثلا عندي 9000 في 3000 على 0.00001. عندي مثلا هذا الرقم 9 × 10 = 3، نحسب 1 2 3 نحول اساس موجب، وهنا 1 2 3 موجب 3 موجب 3 موجب 6، يعني 9 × 3 × 10 = 6. على هنا نحول الاس السالبة 1 2 3 4 5 6، 1 × 10 = 6. دير بالكم، ركز لي هنا كل زين، هنا اكبر غلط تختصر السالب 6 وهي موجب 6، ما يختصرن، قلنا دائما الاس هذا يصعد لي فوق، زين هو سالب مصعد لي فوق، شو يصير؟ يصير موجب، يصير يروح موجب ويا موجب؟ اكيد ما يصير، بس شلون شو تختصر؟ تعال هنا بالمسودة، اختصر اذا كان عندي مثلا 10 سالب 4 على 10 سالب 4، بالقسمة احكي، 10 موجب 3 على 10 موجب 3. يعني اشارات متشابهات ونفس القيمه، بهاي الحاله يحق لي اختصر، بس من عندي سالب بموجب موجب سالب اكبر غلط اختصر. هسه عندي 9 × 3 = 27 سالب 6 ويصعد لي فوق موجب 6، وموجب 6 موجب 12. هاي اعطيكم واحد واجب همين لو واضح، نعطيكم واحد واجب حيكون هنا هذا مساحه صبوره. هذا الثالث عندي في 5000 على 0.025 × 4، هذا شنو؟ هذا بكل بساطة كان هاي الفوارز، وكل ما يتعلق بالفوارز هاي ملاحظة أم السالب والموجب ركز عليها، لأن يعني أغلبكم واجه بها إشكال، هاي الجمع والطرح والضرب القسمة، إن شاء الله تكون واضحة، وإن شاء الله انتظرونا الدروس القادمة ومواضيع جديدة، مع السلامة.